السلام عليكم. معكم حمودة عبودة وأنا بابا، ورجعنا إن الله في بيتنا في سوريا في حلب. اليوم رح نفرجيكم أصغر، نفرجيكم ونفرجي هالطفلين أصغر كل في العالم. منجيب حي الله قلم حبر، أخذنا الحبر القديمة، منقلنا قلم حبر قديم. هدول أقلام قديمة قديمة، هاي وقت ما كنت أنا طالب. هاي الأقلام في الجامعة، في الجامعة. منلقي من طالع قلم حبر قديم. هذا قلم، ناخذنا قلم حبر، ناخذ قلم حبر متذكر هاي. بنطفو العلم الحبر لأنه متغطرين، ونطير بالعلم أول هذا. إيه، تفتح العلم وطالع هذا القلب، ترجي هذا محله. هذا أصغر جلد في العالم، أو دحل سموه دحل أو بول كرة. هون في النقطة، هون في رأس القلم، في رأس القلم الحبر في جلد كتير صغير. وين الجلد عندنا؟ عندنا. شايفين هذا الجلد؟ هذا الجلد في هون بالقلم، براسه جلد معدني كتير صغير مثل هذا، بس براس القلم. والله ما بعرف انا حسيت عم صوركم اياه على الكاميرا، بس رح نطالع. والله هذا جلد او دحل، رح نطالعه بالقطاعة أو البنسة، رح نكسر راسه. شوف شلون مبين عليكم على الكاميرا راسه. طلع كونك كو. شايفينه؟ هلا شايفينه على الكاميرا؟ كونه شوفوا. راح يجيب الكاميرا عبد المؤمن. مكبر. مبين؟ شوفوا قد صغير هذا الجل. قد صغير، بدنا تعرف انك ورقة بيضة نحط عليه. يا الله. أو ورقة سوداء. شوفوا هذا هو الجل. كثير منيح، شوفوا شو عم بتدعبل. شايفينه؟ ناكله. هاد اصغر جل. شوف شدو الجذب، جذب عليه. وهذا مغناطيس مدور، وهذا مغناطيس مدور. واحد اثنين، وهذا جل صغير كمان. اثنين ما بقى. هذا ايه والله، هذا اثنين. وهذا الرابع، وهذا جل ثاني. ولهون كون خلصت حلقتنا اليوم. لا تنسوا، قولوا لنا اليوم قولوا شو. لا تنسوا تعطونا لايك وتشتركوا بالقناة. والسلام عليكم. باي.